السيد وزير التربية الوطنية، هنيئا لك. العربي بلال، إن احتفالنا اليوم بالطبعة السادسة من المنافسة الفكرية تحدي القراءة العربي لهو مبادرة تحمل في ثناياها روح الانتصار لرسالة العلم والمعرفة وتؤكد على أهمية المطالعة، وكفى قلم الكتاب مجدا ورقعة ورفعة مدى الظهر أن الله أقسم بالقلم. فشكرا لأبناء الجزائر الذين لبوا نداء المعرفة والعلم والمطالعة فنهلوا من الكتب ضررها ومعانيها وشربوا من جداولها وأنهارها ماء زللا. توجت بلقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الجزائر للموسم السادس. أنا سعيدة جدا بهذا التتويج، وسعيدة أكثر كوني سأرفع علم بلادي الحبيبة الجزائر في المحافل الدولية مرة أخرى وفي مجال آخر. فأنا أسعى لأن أكون نجمة يعلو ذكرها في سماء العلم والأدب على حد سواء. أنا سعيدة جدا هذا اليوم وبهذا التتويج كأحسن مدرسة، المدرسة المتميزة في إطار تحدي القراءة العربي. يعني من هذا المنبر أشجع جميع مدارس ابتدائية على المشاركة في هذه المبادرة، لأنها مبادرة قيمة جدا تحيي القراءة والمطالعة، وكلنا نمثل إن شاء الله الجزائر أحسن تمثيل.